جماهير النادي الاهلي فرحانه بكهربا زي ما جماهير النادي الزمالك كانت بتحتفل بعبد الله السعيد ووقت توقيعه، عشان كان لازم نعرف الاجواء والكواليس اللي كمان حصلت. لسه كده هنعرف ساعه الحسم كانت ازاي مع كهربا. خلينا ناخد ناقدنا الرياضي الكبير اللي بسعد بوجوده معايا في تايم نايف دايما، استاذنا وناقدنا الرياضي علاء عزت. اهلا بيك معايا في البدايه يا استاذ علاء. اهلا وسهلا بيك صباح الله، تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل مشاهدينا الكرام. اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك. يمكن الكواليس كلها عندك، ولكن خلينا نقول احنا قلنا هنا من فتره ان هو توقيعه كان من فتره مع النادي الاهلي، ولكن الاعلان الرسمي كان اليوم زي ما شفنا حتى في الصور بتاع التوقيع كان مرتدي هو قميص احمر او تيشيرت احمر، والنهارده الصور اللي هي طالعه حامل قميص النادي الاهلي ونزلت على الصفحه كانت بلبس مختلف لكهربا. قول لي الكواليس من امتى الموضوع شغال مع كهربا؟ طبعا حضرتك طبعا كنت متابع ويمكن اتناولت القضيه دي كتير جدا جدا. هي تقريبا بقى لها شهرين بالظبط، تقريبا شهرين بالظبط النادي الاهلي في مفاوضات مع الكهرباء، والمفاوضات تقريبا حسمت من الجوله الاولى، يعني ما كانش الامر محتاج. بمجرد ان كهرباء ابدى رغبته في الانضمام للنادي الاهلي من شهرين كانت الامور بالنسبه للنادي الاهلي هي مساله وقت بس، يعني هي امتى يتم الاعلان على الصفقه، لكن كل الامور منتهيه. النادي الاهلي كان كل ما تبقى ليه بس اللي هو الحصول على ضوء اخضر من الفيفا بحقية النادي الاهلي في التعاقد مع اللاعب، وان النادي الاهلي يحصل على البطاقه الدوليه للاعب حتى لو بطاقه مؤقته. كان ده هو بس كان الامر اللي كان النادي الاهلي منتظره. وضحها ازاي؟ يعني ايه اللي حصل؟ الاهلي يعني ارسل للفيفا واستفسر عن ايه وايه اللي حصل؟ عن طريق المهندس خالد المرتجي والمحامي السويسري اللي هو مونتيري، كان النادي الاهلي متعاقد معاه. تمام. وده الاهلي متعاقد معاه من فتره طويله جدا، من ايام عصام الحضري تقريبا. فقعدوا كتير صحيح. بقى له كتير جدا، فالراجل بالنسبه له الامور سهله جدا ان هو القضيه بالنسبه له قضيه مش جديده، مونتيري نفسه قضيه مش جديده بالنسبه له، لان النادي الاهلي كان كلفه وزير عصام الحضري قبل كده، وكان في قضيه تولاها قبل كده، كان قضيه الاهلي مع حسام كلوبالي تقريبا برضه. نعم. وكلوبالي ولا مش هو اللي ماسكها؟ لا كلوبالي ما كانش هو اللي كان ماسكها، هو كلوبالي كان هو بس، لكن كان في قضيه عصام الحضري، وكان المهندس خالد المرتجي كان على تواصل معاه الفتره اللي فاتت دي. تمام. كان الباقي بس النادي الاهلي بس الحصول على الضوء الاخضر من الضوء الاخضر من الفيفا، ان هو اكيد الفيفا هيبعت البطاقه الدوليه للاعب. النادي الاهلي حصل على الضوء الاخضر ده، عشان كده كان النادي الاهلي حتى الفتره اللي فاتت دي رغم ان كان في اتفاق من شهرين، لكن النادي الاهلي كان مأجل الامر تماما، حتى لدرجه ان كان في لجنه الكوره نفسهم كانوا بيأجلوا امر التعاقد مع او اعتماد صفقه كهرباء انتظار الامور اخرى. ويمكن كمان شويه اللي سهل من هذا الامر اللي هو ان النادي الاهلي بات لا يثق بشكل كبير جدا في امكانيه الابقاء على رمضان صبحي. يمكن كمان مساله رمضان صبحي هي دي النقطه بقى اللي احنا يعني الفنيه، ولكن قبل ما نقول النقطه الفنيه تاني بناكد عليها في اللي هو استشار ان هو في الفيفا ان خلاص هيقدر يبعت له، لان الخصومه لولا ان مونتيري منح اداره النادي الاهلي الضوء الاخضر والمهندس خالد مرتجي من خلال اكثر من زياره سريه انبيا لسويسرا والتقى فيها مع مسؤولين هناك ومسؤولين في شؤون اللاعبين في الاتحاد الدولي. خليني اسالك اللي هو بنى على ايه عشان برضو نوضح لجماهير النادي الاهلي ان هو يعني في خطوات بتتاخد بحساب، مش اللي هي خطوات ان احنا ممكن نكسب صفقه ولكن تخسرنا ان احنا مثلا علاقتنا مع حد او بمعنى صح نادي الاهلي يخش فيه مشكله عشان صفقه لاعب. هو بنى امكانيه ان هو لا حقيه النادي الاهلي وهيبعت له فيها البطاقه الدوليه بناء على ان هو مشكلته مش مع النادي الاخر، ولا مشكله النادي الاهلي مع اي نادي الاخر غير النادي البرتغالي اللي هو بيتعامل مع اللاعب، ولا ايه بالظبط؟ لا، هو النادي الاهلي كان عرض القضيه بكل جوانبها، غير كمان ان اوراق كهرباء نفسه موجوده في لجنه شؤون اللاعبين في الفيفا، اللي هو بناء عليه انتقل لنادي افريقيا البرتغالي وحصل على باقه دوليه مؤقته. يعني بالتالي ان اوراق كهرباء نفسها موجوده في لجنه شؤون اللاعبين في الفيفا. كان النادي الاهلي بس كان كل القصه النادي الاهلي راح عرض الامر كقضيه عامه، يعني من كل اطرافها بكل جوانبها. خليني اقول لك اللي اتقال عشان انت برضو معايا وقول ده صح ولا لا. اللي اتقال ان هو المشكله كلها هتبقى لو مع كهرباء مع نادي الزمالك فهي مع النادي البرتغالي مش مع نادي الاهلي، دلوقتي هو معاه بطاقه يقدر ينتقل بها النادي الاخر. ده كلام صحيح وده اللي اتقال
بالتاكيد، وده ذاكر النادي الاهلي كان خلافه مع الـ في ازمه عصام الحضري كان مع نادي سيون، ما كانش مع الانديه. يعني احنا شفنا عصام الحضري رغم ان هو لعب في سيون وانتقد بعد كده سيون للنادي الاسماعيلي ثم الزمالك، لحد ما النادي الاهلي حصل تعويض 900 الف دولار. النادي الاهلي لما القضيه كلها كانت مرفوعه على نادي سيون، يعني النادي الاسماعيلي لم يتم يوقع عليه عقوبه. صحيح، يعني لم يوقع اي غرامه ماليه ولا على النادي الاسماعيلي ولا على نادي الزمالك. طيب، يعني بلغه خارج الصندوق وخارج الملعب كده يا استاذ علي، هل الصفقه دي تم حسمها عشان فنيا محتاجين كهرباء في النادي الاهلي، ولا ردا على صفقه عبد الله السعيد وانتقاله الزمالك؟ والله او توقيعه اللي كان حصل لنادي الزمالك وما انتقلش ليه. انا بس انا الشيء بس اللي انا يعني اقتنع بيه انا كناقد رياضي ان او الربط اللي انا سمعته من مسؤولين في النادي الاهلي اللي هو التخوف من عدم نجاح النادي الاهلي في الابقاء على رمضان صبحي، وشايفين ان كهربا هو البديل الانسب والانجح انه يكون موجود لو رمضان صبحي لم يبقى في النادي الاهلي. فالنادي الاهلي كان بحث على 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 بديل سريع جدا ولم يجد بالنسبه له هو افضل من كهربا، او صفقه بالنسبه له صفقه مش كبيره، يعني مش يعني هو جاب لاعب سوبر بسعر محلي، ودي نقطه مهمه جدا. يعني انك تجيب لاعب سوبر بسعر محلي تفرق كتير جدا انك تجيب لاعب اجنبي او لاعب افريقي او لاعب يعني اجنبي وبسعر كبير جدا سوبر وسعر قليل. وفعلا الجانب ده فيه تخوف كبير ان هو رمضان بعد تالقه كمان في الامم الافريقيه فوري جدا ما يتجددش الاعاره، او اتجددت او انتقاله هيبقى برقم كبير جدا دلوقتي. طبعا لان حتى نادي ارسي فيلد لما بيتكلم عن النادي الاهلي بيتكلم في 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 5 مليون يورو، يعني ده وده قبل بطوله كاس الامم قبل البطوله الافريقيه، يعني كان بيتكلم 5 مليون يورو. وده كمان السعر التسويقي نفسه لرمضان صبحي. رمضان صبحي حضرتك لما تخش على موقع ترانسفير ماركت هتلاقي ان رمضان صبحي هو اغلى لاعب في الدوري المصري حاليا في القمه التسويقيه، التسويقيه 5 مليون يورو. فبالتالي النادي هيرسفيلد هو الوحيد المعار من النادي الانجليزي النادي المصري، فاكيد هتبقى بقيمته عاليه جدا. يعني بالظبط يعني ده ب 5 مليون يورو، فبالتالي النادي مش هيقل عن 5 مليون يورو في المطالب. انت بتتكلم 5 مليون يورو يعني اكثر من 100 مليون جنيه، اكثر من كتير، غير عقد رمضان نفسه كمان لما يجي النادي الاهلي. فبالتالي بتتكلم على صفقه كهرباء ب 40 مليون يعني اقل بكتير. لكن النادي الاهلي طبعا هيحاول بقدر المستطاع ان هو يبقى على رمضان صبحي، والمفاوضات شغاله. يعني حتى في الوقت اللي كان النادي الاهلي بيتفاوض فيه مع كهربا كان النادي الاهلي فيه فاتح خط مع نادي هيرسفيلد للبحث امر الابقاء على رمضان صبحي، سواء بتجديد اعاره او بيع نهائي. يعني وان كان بيع نهائي مستبعد شويه، لكن على الاقل النادي الاهلي عنده رغبه في الابقاء على رمضان صبحي لموسم اخر. تمام، ويمكن في مصلحه اكيد رمضان ان هو يعني الاحتراف هيبقى في وجهه نظره دلوقتي ان هو في مقتبل عمره لسه، ده يعني هيبقى صالح المنتخب اكيد. ولكن خليني انا قريت خبر دلوقتي خاص بفايلر اللي هو كلف الجهاز المعاون ان هو يعد برنامج بدني لكهرباء، وخاصه ان هو له فتره مش بيلعب، واخر مباراه كانت ليه مع المنتخب الوطني مع جزر القمر. ولكن كان فيما قبل الصفقه كان بيردد ان هو فايلر مش محتاج انه يكون عنده حد تاني في الفريق زي كهرباء. الكلام ده صحته من عدمه؟ انا بقول لحضرتك يعني لحد يعني النادي الاهلي ربط صفقه كهرباء برمضان صبحي، يعني هي صفقه كانت مرهونه بصفقه. النادي الاهلي زي ما شرحت لحضرتك ان النادي الاهلي بيجد ان في صعوبه في الابقاء على رمضان صبحي، فبالتالي جاب الصفقه دي. لكن الحاجه الفنيه في التوقيت الحالي اعتقد النادي الاهلي مش محتاج، وخاصه النادي الاهلي يمكن من اغنى الانديه في مصر في مركز خط الوسط تحديدا. يعني النادي الاهلي خط الوسط الهجومي اللي تحت راس الحرب ما شاء الله، تخمه راس الحرب يمكن من اغنى الانديه في مصر، مش عايز اقول كمان يمكن في افريقيا او الوطن العربي. لان انت بتتكلم على النادي بيمتلك حسين الشحات ورمضان صبحي وليد سليمان اجايه كتير، يعني لا اجايه كتير جدا كتير جدا صحيح كتير جدا في هذا المركز. صلاح جمعه كمان بتتكلم على احمد الشيخ. لا يعني النادي الاهلي عنده وفره كبيره جدا 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 في هذا المركز. صحيح. لكن النادي الاهلي عايز لعيبه بمواصفات معينه، بمواصفات اللعب الدولي، ودي يمكن النادي الاهلي مش لاقيها في بعض اللاعبين شويه. مش قادر يرجع صلاح جمعه بشكل كبير، مش قادر يرجع احمد الشيخ بشكل كبير جدا. فشايف ان كهربا هو اللاعب الاقرب ان هو يندمج ويحقق طموحات الجهاز الفني كلاعب دولي يمتلك خبرات كبيره جدا. اتحاد الكره ملوش دعوه بالموضوع خالص، اللي هيبعت البطاقه هو الاتحاد الدولي للاتحاد الاهلي اللي هو الاتحاد المصري، ما عليه ان هو هيوصل
البطاقة للنادي الأهلي ملوش علاقة بالشكوى المقدمة من نادي الزمالك تجاه مش طرف نهائي خالص. اتحاد الكورة مش طرف نهائي على النقطة دي. إذا كان حتى قبل كده اتحاد الكورة قال إن هو هيدعم نادي الزمالك ده أمر جيد، لأن هو بغض النظر عن إن الأهلي فاوض، إن الأهلي وقتها ما كانش أعلن التعاقد مع اللاعب، واتحاد الكورة ما بتعملش مع إشاعات أو مع تقارير إعلامية مش مؤكدة. لكن انا شايف طبعا الكوره طبعا مش هيكون لي دخل ولا طرف، ولا هيكون محل ولا اشاده ولا نقد، يعني ده مجرد وسيط زي ما بيقولوا، وهو مجبر وملزم بارسال البطاقه الدوليه. صحيح. لاي مكان الاتحاد الدولي يختاروا بيها. ده حقيقي. انت كلمت عن اسم مهم جدا وبرضه تردد ان هو ممكن تكون الصفقه البديله، على الرغم من لسه عادوا فيه موسمين كمان، صالح جمعه، هل وارد ان احنا يكون في شهر يناير اي موقف تجاه صالح؟ هل وارد يكون في استغناء عن صالح؟ هل وارد زي ما بيتردد يكون في انتقال لنادي اخر، وتحديدا نادي الزمالك اللي بيسعى ان هو يكون عنده صفقه رد او بديله لما حدث مع كهربا؟ اعتقد صعب ان النادي الاهلي يسمح ب يعني هي دلوقتي الموضوع واخد شويه امر رد الصفعه والصفعه ورد الصفعه. ناس كتير جدا بتتعامل مع صفقه كهربا انها رد على موضوع عبد الله السعيد، لكن شيء انا يعني المتاكد منه النادي الاهلي موثق جدا، يعني من عقود الفتره اللي فاتت يمكن شويه الازمات بتعلم بالتاكيد اداره النادي ازاي الثغرات بتقل دلوقتي، يمكن نادرا دلوقتي بنشوف ثغره كبيره الا اذا كان موجود في حكايه الشرط الجزائي والكلام ده كله. لكن اعتقد النادي الاهلي بما يملكه من حق لعقد صالح جمعه، اعتقد النادي الاهلي محصن نفسه تماما مع صالح جمعه، ولن يسمع صالح جمعه الا بالرحيل لدوري اذا كان في هناك عرض احتراف هيسمح له انه يعترف. ما كانش موجود عرض يليق بصالح جمعه وقيمه النادي الاهلي، اعتقد ممكن يستمر صالح جمعه، لكن حكايه ان هو راح للزمالك اعتقد ان الامر صعب جدا. هل يعني هو داخل دائره اهتمامات فايلر من عدمه؟ يعني تحس ان هو بعيد شويه والله يا استاذ. انا كنت مع حضرتك قبل كده كتير ان لما يجي اكتر من مدير فني ويستمر وضع صالح جمعه على نفس الامر، اعتقد يبقى المشكله عنده. على الرغم من موهبته، ونأكد عليها، على الرغم من انه انت بتاكد على النقطه اللي هو ايه، عنده موهبه ولكن ما بيشاركش، يبقى المشكله عند مين؟ ده عندك حق فيه. انا بقول لحضرتك استاذ فتح الله، لما يجي انا ممكن اقتنع ان في مدير فني يظلم لاعب، وارد، لكن وارد جدا. وانت عارف ان دي امر طبيعي جدا، يفضل لاعب على لاعب، ممكن جدا ممكن لاعب يظلم في عهد مدير فني، ويجي بعد كده في عهد مدير فني اخر لكن مش ثلاثه تالق وبتاع، لكن لا، احنا بنتكلم في اكتر من ثلاثه، احنا بنتكلم في باتريس كاترون، بنتكلم في جريدو، بنتكلم لا في اكتر من اسم، حتى بينهم في مدربين محليين، كابتن محمد يوسف، كابتن حسام بدري، لا انت بتتكلم في اسماء كثيره جدا. اعتقد ان المشكله الان عند صالح جمعه نفسه، مش عند حق نفسه قبل اي حق تاني، يعني في حق نفسه جدا كموهبه كان ممكن تنفع مع ناديه وايضا مع المنتخب الوطني يعني. أكيد. طيب أعطيك نقطة تانية، ماذا عن ميركاتو الشتوي؟ إيه المراكز اللي وارد اللي إحنا نشوف في يناير القادم دعم فيها في النادي الأهلي، وإيه اللي محتاجه؟ وهل فعلا بيسعى لضم أي حد في الفترة دي؟ والله النادي الأهلي لحد دلوقتي عنده اللي بيدور على مهاجم أفريقي كبير جدا. سوبر زي ما إحنا بنقول يعني. يعني هو عايز بقى مهاجم تقيل، يعني عايز مهاجم تقيل بغض النظر عن القيمه الماديه. بس القيمه الماديه يعني النادي الاهلي بيتكلم فيه يصل ل 3 مليون دولار، ودي كان بالنسبه للنادي الاهلي كانت صعبه، يعني النادي الاهلي لما تعاقد مع ابونا ب 2 مليون دولار كان بالنسبه للنادي الاهلي صفقه كبيره جدا. لكن النادي الاهلي لما بنشوفه ان هو استفاد من ابونا باعه اشتراه ب 2 مليون دولار وباعه ب 8 مليون اعتقد النادي الاهلي استثمر فيها الصفقه دي، استثمر فيها واستثمر اكتر من لاعب. فاعتقد النادي الاهلي المره دي هيفتح الحساب شويه، مش هيحط الليمتد اللي كان دايما بيحط في كل الصفقات. النادي الاهلي كان دايما وابدا بيحط رينج معين لاي صفقه، وممكن كان بيخسر لاعبين كبار جدا بفرق 200,000 دولار وحاجات زي كده، شفنا لاعبين كتير جدا. لكن اعتقد النادي الاهلي المره دي لا، هيكون مش هيحط لسببين، هو محتاجه فنيا، هو محتاجه فنيا، وبعد كده هو النادي الاهلي كمان عارف ان هو هيسوق عنده هيتشاف عنده بمسرح كويس، ان هو اتشاف عنده ان هو ممكن يروح حته ثانيه برقم اعلى اكيد يعني. هل اثاره في اكشن تجاهه؟ اثاره في عروض فعلا جايه له وممكن وارد في النادي؟ لا خالص. والاهم ان الجهاز الفني للنادي الاهلي ما عندوش مشكله مع اثاره خالص يعني. بالعكس، يمكن
حتى الكلام الكتير عن اعداد جلسات ما حصلتش، يعني ما فيش جلسات حصلت بين ازارو وفايلر زي ما قالوا ان فايلر عمل اكتر من جلسه مع وليد ازارو، ما حصلتش اطلاقا خالص. ولا جلسه بين وليد ازارو وكابتن سلام حفيظ ما حصلتش اطلاقا خالص، ولا لعيبه الكوره، ولا كان ده كله. هي كان كل فكره ان الجهاز الفني النادي الاهلي عندهم قناعه كبيره جدا بامكانيات وليد ازارو، عارفين ان وليد ازارو بيمر بمرحله بيمر بها كل اي لعيب في اي مهاجم في الدنيا بيمر بمرحله قبل كده، لان هم مؤمنين جدا ان اللاعب اللي كان هداف الدوري المصري من سنتين قادر ان هو يرجع مره ثانيه، وخاصه ما فيش عوائق يعني. ولا هو راجع من اصابه خطيره فبالتالي عنده مشكله بدنيه، ولا هو لاعب راح عارة بره ورجع، لا ده هو نفس اللاعب بيلعب في نفس الظروف. فهم يمكن الفتره اللي فاتت كمان شويه شفنا فايلر نفسه حديث ان هو يدي وليد ازارو، ويمكن عمل شويه مشكله عند مروان محسن ان هو ما خدش عطى مروان محسن ماتشين، وبعد كده رجع عطى لوليد ازارو ماتشين متتاليين. فهو ده هيبقى النظام يعني، هو واضح ان فايلر هيحاول بقدر الامكان يدي فرصه لوليد ازارو، فرصه لمروان محسن، وفي الاخر خالص هيتم التقييم والحساب. هنشوف كهربا في اول مران امتى؟ ممكن بكره هيكون موجود في مران بكره. بس ممكن يكون تدريبات خاصه، مش هيكون مع فريق جامد، ممكن على الاقل خالص نتكلم في ثلاث او اسبوع بكتير قوي يعمل تدريبات منفرده، وفي سواء التدريبات في داخل الملعب او في الجيمنازيوم، لكن ممكن خلال الاسبوع يكون مع الفريق في التدريبات الجماعيه. استاذ عزت بسعد دايما بوجودك معايا. اشكرك استاذ حضرتك، شكرا جزيلا ليك. وتابعنا دلوقتي الكواليس من النادي الاهلي، الصفقه بقى لها اكتر من شهرين كان بيتم البحث عنها لحد ما تأكد قانونيا إمكانية ضم كهربا وإرسال الاتحاد الدولي للبطاقة الدولية للاعب النادي الأهلي. ده اللي أكد عليه الأستاذ علاء عزت، اللي عمله النادي الأهلي، أرسل المحامي الخاص به في سويسرا للتأكيد من هذا الأمر قبل التعاقد مع كهربا، اللي أكده الفيفا إن الخلاف مش مع النادي الأهلي، وخلاف اللاعب أو النادي الزمالك مع النادي أفج البرتغالي اللي تعاقد معاه كهربا وكان بيلعب خلال الفترة اللي فاتت فيه. دلوقتي هو هيقدر ينتقل للنادي الأهلي بعد فسخ عقده مع النادي البرتغالي زي ما حصل وأعلن عنه النادي الأهلي على صفحته الرسمية. أدي كهربا ملف خلاص حسمه تقريبا النادي الأهلي بإعلانه النهارده عن هذه الصفقة والبطاقة الدولية بعد استشارة القانونيين في سويسرا، أكيد توصل للنادي الأهلي.